عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناه وفيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا غادي نقدم لكم بريوات نديم المعسلات ديال رمضان. بريوات بدون زيت بدون قلي، يعني طيبين في الفران، كيجيو فتيين وكيجيو زوينين. يعني كيبقى المذاق ديالهم ماشي كيديه يعني الزيت. بالنسبه للناس اللي عندها هكا الكوليسترول او لا يعني الصحه ديالتها، فانا كنصحكم بهذه الطريقه. هذه الطريقه انا كنستعملها دائما، وبما انني يعني دابا وليت كنبارطاجي معكم داكشي اللي كندير فبارطاجيت معكم. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم وتكتبوا لي في التعليق الى جاكم زوينين. انا غادي يعني نوريكم من الداخل ديالهم كيفاش كيجيو، تيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو فتيين وكيجيو زوينين. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم زوين وكيبقاو مقرمشين. وكذلك غادي نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ بهم في الفريزر اولا في الكونجيلاتور. كنديروا لهم هذا الشكل، هذا كنديرهم في شي بواط وكنبقاو كنديروا ما بين طبقه وطبقه في اللوفان. يعني هذه القضيه راه كلشي عارفها. صافي وكنديروهم في الكونجيلاتور الوقيته اللي كنبغيوهم، كنجبدوا القياس اللي بغينا، كنديروا في التبصيل قبل من الفطور بساعه ولا قبل، يعني ما تبغيو تاكلوهم بساعه راهم كيذوبوا كيجيو فتيين وكيبقاو شادين داك القرمشه ديالتهم. الحاجه الوحيده اللي ناكد عليها يعني فاش ديروهم في الفران، الا كان عندكم الفران يعني مجهد، حاولوا انكم تردوا البال باش ما يشربهمش ليكم الفران. ما تخليهمش واحد المده كثيره، غير يبانوا ليكم بداو كيتحمروا كيذهبوا يمشيوا على لون واحد. صافي وكطفيو عليهم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك ونخليكم مع المقادير. غندوز المقادير على بركه الله. عندي كيلو ديال اللوز يعني فسخته وغسلته ونشفته مزيان، 600 غرام طحنتها هكايا يعني بيضه ما حمرتوش، و 400 غرام حمرته في الفران حتى خدا داك اللون الذهبي ديالو. عاد باش طحنته باش كتعطينا ديك اللذه، يعني ما نخليوش كله ابيض. عندنا معلقه ديال القرفه مطحونه، معلقه ديال الزبده، وعندي ثلاثه المعالق ديال الماء زهر، وعندي النيسلي اولا الحليب المركز حسب الخليط يعني اللي غادي يجمع ليا هاد العقده ديال اللوز. هنا غادي ندوزو على بركه الله، غنديروا رشه ديال الملح، ديروا رشه ديال الملح. غادي نخويو هذا هذا اللوز هذا، غنديروا معاه اللوز الاخر، كتكون فيه واحد الريحه واحد النسمه، يا سلام يعني كينكه لينا داك اللوز. صافي وهنا غنديروا المعلقه الكبيره ديال القرفه وغادي نخلطوه مزيان حتى ينسجم. ها نتوما نخلطوه مزيان. صافي هنايا من بعد ما يعني ينسجم ليا شويه غادي نديروا ثلاثه المعالق ديال الماء زهر، انا نكتفي غير بثلاثه، واللي كيعجبو كثر ممكن انه يضيف. غادي ندير الزبده ديالتي تكون بحراره المطبخ باش تجينا ساهله، اولا ديروها دايبه. صافي وغادي نبداو نخلطو هنايا بسم الله. انا ما غاديش نعطيكم يعني شحال، غادي نشوفوا على حسب اللي غادي يجمع لينا الخليط. يعني هذا الخليط نقدروا نتحكموا فيه بايدينا فقط. نزيد شويه دابا كنظن بركه
ليه هذا الشكل هذا، يعني كتجي معلكه، يعني ممكن شكلوها كيف ما بغينا هانتوما. صافي غادي نحطها هنايا على جنب، وغادي ندوزو لسميتو هنايا. بالنسبه للنسلي راه بحال تقريبا 250 مليلتر اللي استعملت هانتوما كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا عندي الزبده دايبه ذوبتها، عندي بانسو هوايا، وهنا عندي لاباط في اولا الباستا ديال الفيلو. انا خديت ديال الكوناد، نتوما يعني ممكن تاخذوا ديال الزهر اولا الكوناد اللي بغيتو. صراحه انا فاش جربت هاد البريوات ما بقيتش كنستعمل الورقه ديال البسطيله، وكذلك ما بقيتش كان يعني كنقليهم. صافي جاوني هكا يعني ساهلين وهذا وصحيين. بالنسبه للورقه راه هي كيف ما كتشوفوا القطر ديالها. غنمشيو للثانيه هكا شرائح طوال. الثالثة ما يمكنش اننا يعني نقسموها على جوج لانها غادي تجينا رقيقة، فبالتالي غادي ناخذ غير شريط واحد. حيت انا كيعجبوني ماشي كبار وماشي صغار، يعني تيكونوا متوسطين هكا كيف ما كتشوفوا. عندي هنا منديل نقي غادي نحطها فيه هكا، غادي نخليه على جنب. هاد الزائد غادي نحيدو. انا صراحه ما كنرميش، كنقطعو و تنديرو في الكونجيلاتور. الوقيت اللي كنكون دايره هكا البسطيلات ولا كنكون يعني دايره يعني هذا بسطيله كبيره، فكنجبدو نقطع. يكفي انني كنديرو من الفوق كيجي رائع زين، يعني حتى شي حاجه ما تضيع. هانتوما البنات، بالنسبه لهاد الشرائح، هاد الشرائح اولا يعني داكشي اللي غادي يخسر ليكم، ها هو الطريقه اللي كندير. كنقطعها وكنديرها هكا في بلاستيك غذائي وكنديرها في الكونجيلاتور. يعني الوقيته اللي كنبغي ندير هكا بسطيلات اولا بسطيله كنديرهم مزيان، كيجيو زوينين، يعني ما حتى شي حاجه ما تضيع. صافي هنايا كورت يعني هذاك العقده ديال اللوز كامله هنايا، درت هاك ويرات ديتهم كلهم مساوين. صافي ودابا غادي ندوزو. صافي غادي ناخذو هنايا اوريقات هكا، نبقاو نجبدو غير بشويه بشويه باش متنشفش لينا العجينه الورقه عفوا. صافي وهنا ندهنو بالزبده، بامكانكم تخلطو حتى الزبده والزيت. صافي ونقلو هكايا هاد الشريط هكا هكا باش تطرب لينا وتجينا خدمه سهله. انا اخذ ورقه اخرى بنفس الطريقه، غادي نمشيو غادي نحاولوا اننا نبسطوا هكا كويرة اللوز هكا، وغادي نديوها بهذه الطريقه هكا. صافي نمشيو بنفس الخطوه حتى الاخير. هنا يمكن بالامكان ديالنا نقطعوا هاد الزائد هذا، وبامكاننا اننا نديرو حتى الزبده. و غادي ناخذوا هكايا الكويره نديروها على شكل مثلث هكا، غادي نحطوها هكا على الورقه، وغادي نخدمو هكا نطويوها
بهذا الشكل هذا. غادي نجيو الزائد هنا غادي نخشيوه، واللي ما قدرناش اننا نخشيوه ممكن انا ما نقطعوه، غادي نمشي بنفس الطريقه ندير حبه اخرى هكا. نمشيو بهذه الطريقه، حاولوا اننا يعني ما نضيروش باش جينا هكا. ملي تيكونوا زايدين بحال هذا الشكل هذا ان كان انا نقطعهم هكا بالمقص وهكا نحيدو الزائد. ها انتما كيما كتشوفوا هنا غادي نجيب مول اولا طاوله اللي كتخدموا فيها اللي يعجبكم هكا، يندهنوا بالزبده ولا نديروا ليه الورق ديال السيلفيليزين اللي عندكم اللي بغيتو صافي. وغادي نبدا نحط هكا نستف هكا صافي، نبقى نستمر في الخدمه، نبقى نستمر بنفس الطريقه ندهن ونخدم كيف ما قلت لكم تكيسوا عليها لانها راه كتقطع بسهوله، فمنين نخدموها نحاولوا اننا نتكيسوا معاها. هكا كنديروها نتلسع على شكل ديال البريميجا هكا، وكنحطو لان هاد العقده هادي كتجي معلكه فممكن تخدموها كيف ما بغيتو هكا بهذه الطريقه. كيف ما قلت لكم هنايا ممكن اننا نسدوها هكا، اللي بغى يدير يعني الموط دقيق باش يسدها اولا البيض فكيبقى الاختيار ديالو. انا ما كنستعملش يعني حتى شي حاجه لانها كطيب في الفران، وكنكون يعني هاد البلاصه في المثال هاد البلاصه هادي اللي يعني ها هي هذا كنحطها عليها، بمعنى ملي كطيب كيف ما قلت لكم هنايا باش مني طيب كطيب هكا لانها ما كتقلى ما والو. كنحاول انني نحطها على هذيك البلاصه اللي انا يعني غير حطيت صافي. هنا كيف ما كتشوفوا انايا من بعد ما ساليتهم صراحه يعني ما يمكنش غير نساليوهم ونقليوهم، هادو راه ما كيحتاجوا لي نشفوا ولا انني نديروا ليهم ثقب لان ما كيخسروش. هانتوما غادي تشوفوا معايا صراحه اليدها بوحدها ممكن انها توجدهم نهار قبل وديرهم في الثلاجه وحتى الغد عاد تكمل ليهم طياب باش ما تحش يعني بالثمره كيف ما تنقولوا. صافي هنايا غادي نجيب طاوه غطيتها بالكارت سيلفيليزي هكا صافي، وغادي نبدا نستف وحده بوحده. الحاجه اللي غادي نقول لكم يعني مهمه وهو ان يعني ملي تحطوها هكا، علاش انا ما كنديرش يعني انا بارطاجيت معكم الطريقه ديالتي علاش ما كنديرش دقيق الماء، لان ما كيعجبنيش فيعني انا ملي كنحطو على الجهه اللي هكا خص باش لاطا تهز لينا اكثر، يعني ما زدت عليهم حتى شي حاجه من غير الزبده اللي يعني ودوزت على الورقة فاش بديت كنخدمهم فقط. صافي وزدت لينا قل هكا هكا صافي، دابا ما بقى فين غادي نزيد. ها انتما كيفما كتشوفوا غادي نهزوها نديوها للفران ايوا ها انتما صافي، غادي نطفي دابا بركه حتى كيذهبوا كياخذوا لون واحد